كانت الغارات هذه ردا على هذا الصاروخ، استهدفوا فيه بعض مواقع المراقبة وبعض الخزانات المياه وبعض المواقع للمقاومة في شمال قطاع غزة. قبل يعني ساعات طائرة استطلاع كانت في شمال قطاع غزة تم إسقاطها أيضا، وأعتقد بأنه قد يكون هناك سخونة ما في هذه الليلة في قطاع غزة. أنت ربما تلمح إلى أن هناك تصعيد عسكري، يعني نعم، يعني تصعيد عسكري سيكون في ساعات القليلة المقبلة نتاج هذه العملية. قد يكون، نعم. بالنسبة للمختطفين الأربعة، مصر لم تعترف بهؤلاء، رغم احنا بنعرف انه خطفوا من باص في الأراضي المصرية ومحمي أمنيا وإشراف أمني ومنطلق من معبر رفح إلى المطار القاهرة كمسافرين، وبالتالي مصر تتحمل مسؤولية هذا الخطف وإن لم تعترف بالخطف أو الخاطفين أو تعطينا أي معلومة متعلقة. يعني أي بهؤلاء شيء يلحق بهؤلاء أو أذى، يعني القيادة السلطات المصرية من تتحمل مسؤولية ذلك؟ إحنا بنحملهم، نعم، المسؤولية. أنتم كحركة حماس تحملونهم المسؤولية؟ حركة حماس نحملهم المسؤولية لأن هؤلاء على أرض مصرية وفي حماية الأمن المصري وفي باص محمي أمنياً.